اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي، فيديو جديد ان شاء الله، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. قبل ما يبدا لا فيديو البنات، باش بخلوش على اختكم لمياء، لايك لايك لا فيديو، ديروا اعجاب البنات لا فيديو. والو يا اختي، ما كديروش لي اعجاب في قليل، شي اللي كيدير لي اعجاب نتوما اختي، ديروا اعجاب صافي اختي، على خاطر خاطركم. وهذا مكان البنات، وكنبغي نقول هنا مرحبا والف الف مرحبا بالناس اللي انضموا للقناه. ضغطوا البنات على الجرس، درتو اللي دارت اشتراك، ضغط على الجرس باش انفو نحط فيديو يطلع لكم البنات، ونكملوا لا فيديو. وشكرا لكم بزاف يا اي احلى 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 متشبعات. هذا مكان البنات، عرفتوا هذا النهار، هذا اختي خصني نقول لكم روتين مسائي، نشارك معكم الروتين مسائي. علاش؟ لحقاش البنات اليوم هذا النهار كان عندي البنات دونتيست، عطاتني واحد الوقت غير ملائم، تخيلوا عطاتني مع 11 شونس، وال 11 شونس كيكون فيها يا اختي 11 شونس كتخرج بنتي من ليكول. مهم هي هذيك، جاتني في طريقي هسيتها من ليكول، ديتها حتى لعند ماما حطيتها. عاد البنات مشيت للدونتيست، بقيت دخلت لقيتو عام، لقيت قدامي شي ثلاثه ديال الناس، ومني كتدخل مثلا عنده شي وحده كيتعطل. ايوا ما نقول لك، وصلتني النوبه حتى لشي وحده لاروب، جات نوبتي دخلت، عرفتو ما خرجت من تما حتى لوحده، هزيتها بنتي، خرجت البنات مشيت هزيت بنتي، هزيتها جبتها للدار عرفتي، وكلتها بالزربه، مشط ليها، لبستها حويجاتها، قديتها رجعتها ليكول. والماراطون كان عندي اختي فهاد النهار، صافي ديتها ليكول، عاد رجعتها اختي للدار. اول عافية ما درت حتى شي حاجه، دخلت نيشان بديت كنجمع، حيد الجميع هو الاول، دخل كيشتو البنات جمعت بيت الكلاص شويه، صافي جمعتو بحال هكاك، هزيت الحفه وقفتهم، دوزت السبيراتور على بالزربه هكاك، غير دوزت على الزربيه، ودخلت البيت نعست هو نايضه في قيامه. صافي طويت الكويشات، جمعت الدنيا، نشرت الفوطات، صافي عاوتاني هاد ما غنبدلش البنات هاد لي زارو هذا، لحقاش يلا فرشتهم وباقي نقيقين. صافي لمت عاوتاني ناموسيه وغندوز البنات السبيراتور. صافي راه عاد خملتو كي كتشوفوا، راه باقي نقيقي. هذا مكان البنات، كيفتو والله الا هاد النهار جري 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 اخي بحاجه، قلت لها اخر مره اختي تعطيني هذا الوقت. إيه عاوتاني داك، عاوتاني عطاتني رونديفو، قالت لي 11 شونس، قلت لها لا اختي ابدا، قلت لها لا عافاك اختي، عطيني شي رونديفو شي وقيته اللي تكون منتي في ليكو، ونكون اختي انا مسالي وسيرتو تكون في العشيه. صافي هذه المره اختي حدقت معها، قالت لي واش هذا الوقت مناسب، قلت لها اه هذا مناسبني. صافي ما نعاودش نفس الغلط، عرفتي جري ولا كنقطر وحق الله. نوريكم البنات شنو خديت لولد خويا، خديت ليه لبيسه، هانتوما نشاركها معاكم. ها هي اختي، كتبان كبيره بالكاميرا، ما بنت راه غير صغيره هادي. ها هي اختي، خديت له هاد تي شورت، هانتوما هو دابا عنده 6 شهور، 6 شهور يمكن، من في هادي ديال العام. شوف السروال عندهم بنات راه صغيرات، شوف ديت له هادي بيسا يا اختي، شي انصاب راه محطه لكم. يا بنات هاي البيسا خديتها لي، والله الا عجبتني. ها هو ما شاء الله شويه عامر، داكشي علاش خديت ليه لبسه وافيه، صحه وراحه رزق. هنا البنات لقيتوني دخلت للكوزينه، صافي طرفتها البنات، جمعت مسحت البوطاجي، مسحت البوطه، مسحت الطويبله ديال الكوزينه، صافي جمعت الدنيا كلها وخليت المعنات في لافابو، ودست اختي كنغسلهم. صافي اصلا ما كانوش عندي شي ما عندي بزاف، غير دوك ديال الفطور دغيا زربت عليهم. صافي غسلتهم حيدتهم عليا، وعاد البنات غندوز ندير الحوت، غندير الحوت البنات في الفران شحال هادي اختي ما درتو. صافي البنات اختي، خليت الحوفه واقفين، جمعت الدار، شطبت، ها نتوما اختي صافي بيت الناس مجموع،
وكوزينه صافي ساليت المعينات ودوزت البنات غير الشطابه لحقت الدار مسيقه غنمشي نجيب البنات لجينه ونجي ونكمل درت لها هنايا البنات لي بات غادي غنصوب ليها سباغيتي بلا صوص طومار وتغدى مسكينه حيت هي ما غاتاكلش الحوت اختي يلا البنات عرفتوا راه تعطلت عليها يلا السلام عليكم حتى نرجع صافي البنات وكلت بعدا صوبت البنات لي بات لبنتي وكلتها عاد جيت نخدم هنايا البنات غنصوب الحوت في الفران عرفتوا شحال هادي اختي ما درتو من نيامه رمضان توحشناه غابه لي اختي داك بان ليا واحد الاخ كيبيع الحوت هكا حوتات كبار ولا ناخذ جوج خديت وحده كبيره وحده موين والله الا اختي تفكرنا كنصايبه يا اختي بحال جاني بحال رمضان مع داك الوقت ديال رمضان وداك الربعه بحال هكا حيت البنات هاد اللاطه ديال الحوت كنت غنديرها البنات في العشاء ماشي الغدا حيت راح يا ويلي استغفرت الله العظيم ملي ولات كنتفتف قلت لكم البنات كنت غنديرها للغدا ولكن راه عاودت لكم اختي القصه كنت في الطبيب ايوا هذا ما كان ماشي مشكل صافي غندير العشاء ضروري هنا البنات درت نقول لكم بالزربه شنو درت خديت البنات واحد ثلاثه فصوص كبار ديال الثومه راكم عارفين الحوت كيبغي الثومه قزبر ومعدنوس الملحه درت الكمون الخرقوم التحميره درت البنات شويه زيت العود ودرت الماء ودرت الهريسه البنات باش يجيني حار صافي ها هما دوما الحوتات البنات نسيت ما حليتهم من ظهرهم عاد اختي غندابز معاهم هنا نحاول نحلهم وديجا باش نقاهم ليا مول الحوت قلت لي عافاك في الحاله ليا من الدار لحقاش انا مسيو ضروري اختي تعمري لي الحوته بداك الفيرميسيل ضروري انا نقدر ندير غير هكا ودغيا دغيا نسرب الا كيقول كذا ضروري ديك الشعريه الصينيه ديريها ايوا ماشي مشكل صافي راه نيت راه حلها ليا من الظهر من الظهر حسن من الكرش ايوا هذا ما كان فلحت البنات فلحت جوج فليحات ودغمرتها مزيان في ديك الشرموله وحيدت البنات وغندوس البنات راه ديجا قطعت البطاطا بطاطا البنات ما سلقتها ما والو ما درت لا خيزو ما درتش خيزو البنات درت غير بطاطا ومحاولت ما كثرتش بطاطا راه درت جوج حوجات تبارك الله وحنا على جوج الساعه ولا ما قدرنا نوصلوا للثانيه صافي كلينا غير وحده وكلينا غير وحيده ما قدرناش راه تبارك الله ما شاء الله راه كبار خصوصا الاولى الثانيه صغيره عليها شويه ايوا هذا ما كان هنا خديت الشعريه الصينيه زدت فيها شويه الملح ودرت لها نيت وزدت عليها شويه ديك الشرموله ديال الحوت باش نسمها وتجي بنينه كنت كندير فيها الزيتون مقطع خضر ما بقاش ليا كانوا بقاو ليا واحد ثلاثه الحبات قطعتهم طريفات صغار وزدتهم غير حيت كيعجبني ها نتوما البنات راكم شفتو راه دي بانيش بهم وصافي ما كاينلاش كاع ايوا البنات هنا خديت بطاطا كي قلت لكم البنات بطاطا راه ما سلقتها ما درت لها حتى حاجه خليتها هكاك حيت انا اللاطه ديال الفران اللاطه ديال الحوت غندخل الفران طيب على خاطر خاطر يعني ما مزروبش بها ملي دابا تيكون مزروب تدير هذيك نص سلقه هي بطاطا وخيزو انا ما درتش خيزو درت غير بطاطا حيت الحوت كثير وبقات لي ديك الشرموله البنات درت فيها معلقه كبيره البنات ديال مطيشه الحك صافي وغنزيد البنات الماء الماء غنزيدها الماء تتولي زعما مطلوقه صافي وهنا خديت البنات هذا المول هذا كي قلت لكم ما بغيتش ندير ديك الطاوه ديال الفران عاوتاني غتجي كبيره طلاطه الفران كتبغي عاوتاني الخضاري وانا دايره اختي غير جوج بطاطات كبار ما بغيتش نكثر الخضره الا كثرت الخضره غادي تبقى كتضيع وغادي غير كتلاح ما بغيتش انت درتي غير بطاطا حتى خيزو ما درتوش حتى خيزو اكثري ديما كيبقى بطاطا اوموي بعدا كتكال صافي فرشت بابي كويسو دزت البنات درت فرشت بطاطا تحت الحوت كنت غندير غير الجنيبات الساعه ما قدنيش المول عاوتاني صغير ماشي بزاف صراحه هو هذاك متوسط ما قدنيش البنات ندير بطاطا في الجنب صافي درت فرشت الطبقه ديال البطاطا عاد حطيت الحوتات ومن الاحسن هكا باش طيب بطاطا كيعرفين راه ما طايبهش درت مطيشه حتى هي درت لها ديك الشرموله اي خضيره غنديرها في الطلاطه دوزتها في الشرموله ده اصلا درت غير مطيشه وزدت البنات جوج فليفلات صغار حتى هما دوزتهم في هذه الشرموله صافي هذا ما كان وندوز نستفها وديجا قطعت واحد طريفه ديال الحامض دي غونديل مدورين وغنحطهم البنات فوق الحوتات والبنات واخر حاجه اختي مزيوده البنات الحار درت جوج حارات كبار حطيتهم البنات تما هذا ما كان البنات صافي هنا غنكون ساليت لاطه ديال الحوت كي قلت لكم زدت غير الحامض والحار صافي ورشيت البنات شويه الملحه من الفوق ودوزت خويط ديال الزيت درت البنات غير الزيت العادي لحقاش انا راه درت في الشرموله الزيت البلديه تقدروا ديروا الزيت البلديه البنات لكم واسع النظر صافي غنغطي البنات بابي كويسون ونخليها البنات على جنب ديك اللاطه ما ندخلهاش الفران دابا غنخلي البنات
خليها شويه في ديك الشرموله وحده، خليتها البنت انا اكثر من ساعه. وها هي وجدات اختي خرجتها من الفران وندوزو ناكلو البنات. اللهم اديم هنيمه وحفظها من الزاويه. المهم هنا البنات غنشارك معكم بريوش، عرفتوا كيجي خفيف وكيجي مقطن وسهل. المكونات ديالو راه كنظن متوفره في اي دار. غنقول لكم المكونات بالزربه شنو غندير فيه. المهم درت عبرت نص كيلو ديال الدقيق اللي عاد غنصفيه، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره الفوليه، ساشي ديال الفاني، هذه خماره، وبيضه بحراره المطبخ، وقبيصه ديال الملح. صافي هادشي اللي غندير فيه البنات. جربوا البنات هاد البريوج، رائع واكثر اكثر من رائع، وخفيف كيجي وكيجي مقطن. وكتشوفوا المكونات البنات اللي شاركت معكم راه ساهلين ومتوفرين في اي بيت. جربوا البنات هاد البريوش هذا وان شاء الله ما غاديش تندموا. هذا ما كان البنات، انا نعاود نشارك معكم بالزربه المقادير اللي درت فيه. درت البنات اول حاجه خديت 500 غرام اي نص كيلو ديال الدقيق ديال الحلوه، اللي زدت عليه نص كاس ديال السكر سنيده، ودرت زدت نص كاس ديال الزيت. البنات درت معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، ودرت البنات بيضه كامله، ودرت خماره حمراء، وساشي ديال الفاني. المهم درت كاع المكونات دقه وحده، ورشيشه الملح داروا غير شويه البنات، شويه المليحه. هذا ما كان حسنو غير الذوق. وخديت البنات الحليب تقريبا راه نص لتر اللي درتو يفيض، ما يفيض اسمحوا لي البنات قلت لكم ما يفيض زعما يدفى، غير الحليب يكون دافي. هو اللي عجنت به البنات العجينه، دورت به العجينه صافي، بقيت كنزيد شويه بشويه بشويه داك الحليب حتى بانت لي العجين، حتى حصلت على العجين اللي بغيت. المهم العجينه البنات تكون كتلصق وتكون كتجبد، انا غنوريكم البنات كيفاش بالضبط باش تعرفوا. هانتوما البنات هذا هو الشكل اللي خصكم توصلوا ليه في البريوش باش يجيكم خفيف 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 بزاف ومقطن، ويجيكم غزالي ان شاء الله باذن الله ما تخافوش. صافي درت البنات الزيت في يديا، ضروري الزيت باش تحكموا في العجينه حيت شفتوا البنات شوفوا كي كتلصق. صافي غندهن البنات الزيت في يديا وغادي نهز البنات العجينه. ودرجة البنات راني دهنت البول حتى هو بالزيت باش نخلي العجين ديالي ترتاح في داك البول اللي فيه الزيت. صافي غنبقى نقادها هكا بحال هكا البنات باش نجمعها على شكل كره، وغنقلبها البنات على الوجه الاخر. وراه ديجا هي مدهونه بالزيت كي كتشوفوا كامله، ونغطيها البنات ونخليها تخمر المده ديال تقريبا، راه ما كتاخذش المره الاولى هذه دغيا كتخمر، المره الثانيه اللي كياخذ شويه الوقت. صافي البنات من بعد ما خمرات العجينه مزيان كي كتشوفوا بهذا الشكل، غنحاول نخرج من هذاك الهواء اللي فيها سمعوا ليا. صافي وكي شفتوني البنات جبت الشوكولا، اي شوكولا عندكم البنات، مهم تكون بطاطا ختيني زعما كتدهن، ماشي بحال داك الشوكولاط ديال مثلا كاين اللي كيدير شوكولاط ضربعه راه كيبقى صاين ما كيبغيش يذوب، ولا لي باطوني ديال الكرواس اللي كيديروا كرواس، ولا تي اختي سهليه عليك ديري اي شوكولاط عندك في الدار غير باش يذوب وصافي. انا المهم عندي نوتيلا ما درت غير شي حبات اللي فيهم الشوكولا، درتهم حيت انا ما كنبغيش الشوكولا وسط القرص، وتا هاد بريوش دونك ما بغيتش ناكلو. قلت صافي من الاحسن غندير مثلا واحد ربعة الحبات بالشوكولا، وما تبقى كله غادي نخليه صاين صافي، غنخليه زعما ما فيه لا شوكولا لا والو. انا اصلا الطبع ديالي كرواسه كنبقى نحيد لا الشوكولاط، ما كنحملش شي حاجه معمره بالشوكولاط، وكل واحد عاوتاني شنو كيبغي. ديروا نتوما البنات داكشي اللي كتبغيو. هذا ما كان البنات كيشتو كندير كنحاول نكورها وندير حفيره شويه الوسط ونعمرها بالشوكولا، ونبقى نجمع حتى كتجمع معايا الكره بكل بساطه اكون بطاطا. هذا ما كان البنات صافي غنكمل بهذا الشكل ونرجع معاكم. وقبل البنات عفشو انا راه درت كويرات شويه كبار، نورمالمون خصكم ديرهم صغيرين البنات باش يعطيكم بزاف، ومني كيطيبوا راه كيفيضوا ما شاء الله كيوليو كبار. وانا تخيلوني دابا درتهم بهذا الشكل هذا شوفوا قداش ما شاء الله، ومني غادي يدخلوا الفران شوفوا قداش غادي يوليو. دونك خاصني المره الجايه ان شاء الله غنديرهم صغيرين يلاه يجيو على شكل قد كريصه، من الاحسن عشان ميجيوش كبار بزاف. نتوما عشان اللي بغى الكبير يدير داكشي كبير، واللي بغى الصغير يديرهم صغار البنات. صافي هذا ما كان البنات.
واخر حاجه البنات هي هذه. البنات من بعد ما كورت هما نخليهم يرتاحوا المره الثانيه، فهاد المره البنات كيتعطلوا شويه عاد كيخمروا مش بزاف، المهم شويه. خديت البنات صفر بيضه وزدت عليه شويه د الحليب ودزت دهنتهم باش من يطيبوا يعطيونا ديك التحميره. صافي هذا ما كان البنات، ها هما البنات خمروا ارتاحوا. صافي دازت تقريبا تكون شي ديك نص ساعه ولا ساعه الا ربع بحال هكاك، خليتهم انا غطيتهم ومشيت. ايوا هذا ما كان. صافي شعلت الفران البنات بحال غطيبوا شي كيكه. ايوا اختي ها امي بريوشاتي تحمروا محمرين. يلا طحت البنات الطاوله الاخرى، شوفوا ما شاء الله. عرفتي البنات انا درتهم كبار، والمهم تقدروا البنات تصغروا باش يعطيكم بزاف. انا درتهم ما شاء الله كبارين، شوفوا يا البنات شنو باقيين سخين. بسم الله ها انت اخت. عرفتي البنات شوفي شوف راه بغيت ها انت اختين، ها انت اختي راه فاش مشين. ايوا هنا نقول لكم باي باي. وهنا البنات غير نكون وصلت معكم نهاية لا فيديو. كنتمنى تكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا معايا شويه، وكنتمنى البريوج البنات يكون نال الاعجاب ديالكم. والله الا زوين وغزال وفن ومقطن وطب واعر ما شاء الله. وغنقول لكم تهلاو ليا في ريوسكم بزاف 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 بزاف، ونتلاقوا فيديو جديد ان شاء الله يكون احسن من هذا ان شاء الله. وما تزابيوش اختي وما تنساوش ليا لي لايك الفنانين اختي الزوينين ديالكم. مع السلامه.